بطلنا هو بان، شخص ما بيؤمن بالحب نهائيا. الحب هو كالحلوى، في البداية بيكون لذيذ وبعد ما بتاكله بيصير ممل. وبطلتنا باي بتسوي البت وهي بتصنع الحلوى وبتبيعها، فبيجوا هالأشخاص المدينين للبطلة وبتضل تضربهم كلياتهم، وطلع هذا بس مجرد حلم. بكرة رح يكون عندي المصاري، اوكي تذكري رح نرجع بكرة، وبيروحوا. والمتجر اللي بتشتغل فيه هو لجدها المتوفي، وبتروح لتوصل طلبية وهي وصديقتها وبتعطيهم المصاري، وبيجوا للمطعم ليتغدوا. لحظة، ليش ما تفتحي بت لتصيري مشهورة؟ ما بدي، بس البت بدأ مرحبا كيفكم، وبتضل تسوي لفة في المحل. كتير حلو، والأكل تبعهم بجنن. وبتجلس قدام البطل، يا إلهي الأكل كتير مقرمش. وبيصير هالموقف المحرج، أنا آسفة آسفة آسفة، باي سكري البت، باي باي جايز نلتقي بكرة. لو سمحتي الفاتورة، تفضل، بس ما بيلاقي حقيبته، بعتقد إنه نسيتها في البيت. سيدي لو ما دفعت رح نتصل بالشرطة. سيدي أنا رح أدفع الفاتورة عنك. المجموع 500 بات، وبتعطيها المصاري. ارسليلي رقم حسابك رح أرجعلك المصاري. ليش دفعتي الفاتورة؟ كان لازم أتحمل المسؤولية الشيء اللي سويته. هيك رح يصير عندك كتير مصاري. مين هدول؟ أنتوا بتحاولوا تسرقونا. وبتهرب البطلة وبيلحقوها، وبيوقعوا صناديق. الحقوها، والبطل بيكون في السيارة وبتوقع وبتعمل حالها إنها أغمى عليها، وبيتوقفوا هل أنت بخير؟ وبيحملها وبتوصل للمستشفى. ممكن تنتظر في الخارج بالطبع، فبتوقف وبتلبس هاي الملابس وبتدفع هذا المريض. يا سيدي المريضة مانها في الغرفة. كيف؟ بعتقد إنها بخير. وبتطلع من المستشفى بس هاتفها مانو مشحون. صديقتها بتروح للبيت وبتلاقي كل البيت مقلوب. البطلة بتجي للبيت هذا الشخص لتسوي الحلوى، وبالصدفة بتشوف البطل وبتوقع. لحظة، انت شو بتسوي هون؟ هاي بنت أخي. والبطلة بتجي لغرفتها وما بتلاقي المصاري عشان تدفع لدراستها، فبتروح للجامعة وبتخبر صديقتها وبتقترح عليها إنه يعطيها البطل المصاري اللي كان دفعت فيه عوضه في المطعم. وبتتصل فيه، مرحبا أنا بتصل بيك لأني بدي أعرف إمتى رح ترجع لي المصاري تبعي. فبيطلب منها تجي لعنده، وبتوصل للشقة. اجيتي وحدك؟ ايه. أعطيني المصاري. وبيعطيها الكارت وبيسحبها، ما رح ادخل، وبيدفعها على السرير. انتي مو اجيتي لهون عشان المصاري، اجيتي لعندي، انت مجنون، لدي المصاري. وبيقترب منها، يا مجنون ما رح اصدقك. وطلع كل هذا بس مجرد حلم، وبتسكر عليه المكالمة، وبتخاف انه يصير معها يلي حلمت. فبتروح لعندهم بس ما بيوافقوا يعطوها الاغراضها يلي بتسوي بيهم الحلوى. فبتجي لغرفتها وبتشوف احد جاي، وبتخاف وبتكون رح تضربه. انت توقفي، هذا انا، ليش جيت لهون؟ جيت لاعطيك المصاري. انتظري، بدك بس هدول المصاري ولا بدك كتير؟ شو بتحكي؟ وبتروح، استني المصاري، ما بدك ياهم، احتفظ بمصاريك، ما بدي. توقفي، انك تكوني فتاة صعبة المنال. وبتسكب عليه المي، لو كنت بتعتقد انه رح اخذ اموالك فانت غلطان وبتفكر في الاشياء القذرة زيك. روح انت واموالك، ما بدي ياكم. وبتسكر الباب، مجنون، اكثر شخص قدر شفته في حياتي. وبيطرق الباب وبيسكب عليها المي، جربي شعوري شوي. والبطلة بتخلص امتحانها وبتطلع وبتشوف رجال العصابة يلي بيتبعوها عشان انها تدفع الديون، وبتهرب وبيلحقوها وبتصطدم بالبطل. آسفة، انت ما بتشوفي؟ كيف بتروحي بهاي السرعة؟ ما بقدر احكي معاك، انا مسرعة. لوين رايحة؟ انت اصطدمتي بي وبدك تهربي مني؟ بليز اتركني اروح. شكرا، اعطيني اياها. لوين رايحة؟ ما بدك اغراضك؟ ايه بس اعطيني المصاري، ما عندي الحين. وبتفكر في خطة ذكية، زوجي اخذ مني المصاري للمقامرة في كرة القدم. انت شو؟ انت مجنونة، لا تصدقها، انا مو زوجها، كيف فيك تحكي هيك؟ مو حكيت انه رح نمر بالمشاكل مع بعض؟ بدك تاخد اموالي؟ انا ما بمزح، اعطيني المصاري. انت شخص غبي، لا تصدق فتاة مثلها. ايه اعطيني المصاري. وبيهرب وبيلحقوه، سيدي لا تؤذي زوجي. وبيشوفهم الحارس وبيهربوا، وبيشوفها في المول مع صديقتها وبيلحق وراها. ما رح تمسكني، انت كيف تجرأتي تورطيني في مشكلتك؟ اتركني او رح اصرخ. وبتضل تصرخ، اصرخي قد ما بقدر وانا رح احكي انك انت زوجتي. متى اصبحنا متزوجين؟ انت حكيتي اني زوجك. وبيعانقها وبيحط لها في حقيبته في شنطتها، رح احكي للناس انك سرقتي شنطتي. اتفضل، اصلا ما عندك دليل يثبت كلامي وبتلاقيه في شنطتها. انت اكتر شخص مزعج وحقير. وبتروح، فبتكون في الحمام وبيبدأ شخص يصورها، وبتطلع وبتظن انه البطل صورها، لانه هذاك الشخص راح وترك موبايله في الارض. والبطل: يا حقير يا ناس، هذا المنحرف بيصور الفتيات في الحمام. وبيجي للشرطة وبيعرفوا انه الهاتف مو له من خلال صور الشخصية للهاتف. وبتروح لبيتها وبتخبرها صاحبة البيت انه البيت انباع، وبتضل تبكي وبتزعل كتير. فبتجي عندها عمتها وبتسحبها للبيت لتعيش معهم. والبطل بينصدم لما بيشوفها، وبتدخل لغرفتها وبتشوف صورة جدها وبتضل تبكي. وبيطرق البطل الباب، انت بتطلبي مكان لتجلسي فيه، وبتسكري الباب في وجه صاحب البيت. ليش اجيت لهون؟ انا رح اجعلك تتعذبي في حياتك، اطلع. ليش؟ هذا بيتي، انت خايفة انه اسوي لك شيء. وبيشوفوا هذا الشخص. البطلة بتكون بتبيع الحلوى، بس بتجي عندها هاي المرأة وبتخبرها انه هالمكان مو للحلوى، لازم تطلعي من هالمكان وتغادري باسرع وقت. فبتجي للبيت، ليش سويت هيك؟ لانه هذا بيتي وما عندك الحق لتبيعي الحلوى. خبرتهم انه الحلوى التايلاندية ما بتليق بالمكان يلي بتبيعي فيه. ليش بتسوي افعالك الحقيرة هاي؟ انت اللي بتسوي هيك، انت اجيتي لهون وشفتي كل أغراضك تبع الحلوى، بتتصرفي زي كأنك صاحبة البيت. أنت بتعرف كم قيمة أغراضي، بس هذا بيتي، ما عندك الحق لتطبخي فيه وتسوي اللي بدك إياه. وبيلمس لها شعرها وبتوقع. وبتطلع من المستشفى وبتكون بخير. هي بس وقعت من الدرج، مو صدمتها سيارة. ليش بتعاملوها زي الأميرة؟ انت عاوض ما بتعتذر منها بتسبها. ليش لازم اعتذر؟ اعتذر يلا بسرعة. ليش لازم اعتذر؟ انا ما سويت شيء. بس البطلة بتتأذى من رجلها. في الليل بتكون رح تاخد الدواء، بس ما بتلاقي المي، وبتقرر انها تنزل لتجيبه. بس بيعترض البطل طريقها. في الحقيقة لازم توقعي من الدرج مرة ثانية لتتعلمي، لأنك بتستاهلي. أنا خبرتهم إنك مو أنت يلي دفعتني. بتحاولي تكذبي علي؟ أنا بس بحكي الحقيقة، بس رح تضيعين وقتك. استخدمي هالوقت لتضبي أغراضك وتطلعي من البيت، لأنه بظن هالمرة رح أدفعك. شو؟ لوين رايحة؟ لازم أجيب المي لأكل الدواء. بس شو لو حكيت لك تنزل تجيب لي المي؟ أنا فتاة متواضعة وما رح أطلب من صاحب البيت يخدمني. لو كنتي متواضعة كنتي ضبيتي أغراضك وطلعتي من بيتي قبل ما أحكي لك إياه. إيش بتسوي؟ روحي قبل ما تسقطي على الدرج. وبتروح، فبتحاول تطلع من غرفتها، وبيترك لها الماي هون جنب الباب. فبتفتح الباب. اليوم يلي بعده، في الصبح بتفتح باب الثلاجة. انتي بدك تاكلي البيت؟ مين حكالك رح اكله؟ رح استخدمه لتدليك رجلي. وبيحملها. ايش بتسوي؟ نزلني. وبيرميها على الكنباية. انت مجنون؟ حتى لو كنت صاحب البيت ما بحقلك تسوي اللي بدك اياه. وبيسوي لها الثلج، وبتفكر في هالشيء. وبيطبخ لها الأكل، وبتسأله: هل أنت يلي تركت المي البارح؟ بس ما بيخبرها. وبتحب الأكل كتير. واو كتير لذيذ، شو هي مكونات هذا القرص؟ أوكي طبخت لك البيضة يلي سويتي بيها المساج لرجلك. وبترمي من ثمها. أنت مجنون؟ أنت سويت هيك عشان أطلع من البيت؟ أنا رح أضل في بيتك وما رح أطلع مهما سويت. لازم تطلعي من بيتي. والبطل بيشوف هذا الرجال بيضرب زوجته لأنه ما بيحبها ورح يتزوج من مرة ثانية. ولأنه بطلنا صار معه هيك موقف مع أمه توفت، وبعدها أبوه ببعد يوم تزوج بالمرة الثانية. لهيك البطلنا بيكره هالشي إنه يصير، وبيركب السيارة وبيروح مسرع. وبتركب معه بطلتنا. بس ما لازم تسوق السيارة، لا تسرع، لو بدك تموت موت لوحدك مو معي. وبيوصلوا للبيت الثاني، وبتخاف من هذا. أوه شبح. وبيدخلوا وبيبدأوا ياكلوا وبيوجع الجرح. أنت مجروح. وبتاكل أكل ساخن وبتسوي له مرتب لأنه ما عندها شيء ثاني. وبيرجعوا للبيت. اليوم يلي بعده بتطلع من العمل وبياخدها في سيارته. أنت توقف، لوين رايح؟ وبتفكر إنه رح يسوي لها هيك. ما رح توقف السيارة أوكي وبتحاول تطلع منها وبتكون رح تصدمها البنت وبتوقع، فبيروح لبيتها القديم وبيخبرها إيش بتستفدي من بيعك الحلوة، وأنا يلي خبرتهم يشيلوكي من هداك المكان، لو ما كان انباع البيت ما كنت رح أطلع منه. وبتطلع وهي بتبكي وبيوصل للبيت وبتضل تحكي مع حالها إنه ما كان لازم أبكي قدامه. ركزوا هون منيح، فبيكونوا في موقع التصوير وبتشرب هاي البنت مشروبها وبتلاحظ انه في حشرة فيه. مين اشترى هالمشروب؟ انا. انتي سويتي الحشرة عمدا، بتحاولي تقتليني؟ لا. طيب اشربي لها صدقك. وبيجي البطل، يا سيدة لازم تروحي لترتاحي، بكرة عندنا يوم طويل من التصوير، لازم تعتذر مني، لو كان صار لي شيء أنا بشعر إنه وجهي بيوجعني. اعتذري لها. ما رح اعتذر، قلت لك اعتذري، ما رح اعتذر، لو ما اعتذرتي رح تشربي هذا المشروع وانقلعي من المكان التصوير، أنا آسفة. وبتشرب المشروب. هل أنت راضي؟ وبتروح وهي بتبكي وبشوفها في الطريق، اطلعي ما بدي، وبتهرب منه. وين أنتي؟ وبتخاف وبيعتذر لها عن اللي حصل في موقع التصوير. اليوم يلي بعده بيكون احتفال بالزواج، وبتكون البطلة بتحكي مع صديقتها وبيطلع البطل، وهاي المرة وراه، انت بخير؟ شو بتسوي؟ والبطلة بتكون فوق فستانها وبتوقع هديك البنت، انت يا حقيرة خربتيلي فستاني الغالي، هو من ماركة عالمية. ايش بيصير؟ هدول البنات خربولي فستاني وبيتمسخروا علي. وبيطلعوا العرسان، روسة وهاي المرة ما بيطيقوا بعض أبدا، فبتسكب عليها المي وبيضلوا يتشاجروا، وبتحاول البطلة توقفهم وبتصفعها، وحتى هديك البنت بتصفع الثانية، وبيسحبها البطل وللأسف بيوقع على راسه، وبيجي للمستشفى وبعدين بيتعافى وبيغير ملابسه ليطلع من المستشفى، وبيروحوا للبيت، وبتخاف من هذا الشخص، وبيخلص الوقود السيارة، وبيفكروا انهم يقضوا الليلة في هذا الكوخ. وفي هاي القرية عندهم تقاليد انهم يحتفلوا كل عام بعيد زواج كل ثنائي، وهذول الاشخاص بيخطفوا بطلتنا وبيتصلوا بالبطل، وبتوصل لهذا المكان الغريب واللي بخوف كتير، وبتتصل بالبطل. شو بتسوي؟ لا تأذيها. وبتسكب البنزين وبتشعل النار على بطلتنا، والبطلة بتصرخ وبتخاف كتير، والبطل جاي بالسيارة بسرعة، وبيوصل البطل وبيفك لها ايدها وبينقذها اخيرا، وبيطلعوا بسلام، وبتجي لها المكان وبتلاقي الرسالة وصورها، وانه اخيرا رح يعترف لها بحبها، وانها هي اوريدي يعني بتحبه. انا بعرف انك بتحبني بس لننسى كل هذا. وهنا حرفيا بتكون صدمة، أنا ما فهمت شو قصدك. وبيتركها وحدها وبيروح، وبتزعل كتير، وبيكون رح يسافر لأمريكا، وبتضل تبكي كتير، وبيخبرها إنه ما رح يروح، وبتفرح كتير. وهيك بيكون انتهى مسلسلنا لليوم. على فكرة المسلسل هذا ما كان فيه أحداث كتير حلوة. هذا كان مسلسلنا لليوم، نلتقي بكرة مع فيديو جديد. فتحت حساب جديد على التيك توك، بدي الكل ينورني عليه، لا تنسوا انكم تنوروني على الانستغرام، بكون فيه كتير متفاعلة. شكرا حبيبتي ملك، شكرا حبيبتي أنيم، بشكركم كلياتكم على تعليقاتكم الحلوة، وحتى انتو لو حابين تعليقاتكم تظهر في الفيديو القادم لا تنسوا انكم تعلقون كتير. وبس بحبكم كتير كتير، وشوفكم بالفيديو الجاي ان شاء الله. نلتقي بكرة مع فيديو جديد. باي باي.